هاي شباب، سؤال استطلعنا لهذا اليوم راح نسأل أهلنا وناسنا رأيك بالشباب الذين يتخلون عن طموحهم بأقل مشكلة تواجههم. خلينا نشوف آراء أهلنا وناسنا. الطويانة هي هاي طبعا من أكثر المشاكل اللي قاعد تواجه الشباب، أنه استسلام بسرعة. هذا الشيء غلط، لازم يحاول المحاولة. هاي أول شيء. عن نفسي أحكي لك عن تجربة شخصية. أنا محلل مختبري، أنا مشتغل بخمس مختبرات ما توفقت به، حسيت أنه بهذا المجال ما راح أتوفق، فتوفقت بمجال ثاني اللي هو كمسؤول، مسؤول عنهم، إدارة، هيك شيء. فأهم شيء المحاولة، وحتى لو يعني خسر المشروع بي أو بشغله، هذا يعتبر كدرس إلي أو حافز حتى يستمر. اللي يريد يصعد لازم يشتغل صح ويمشي صح. يعني هسه اليوم أنا بلشت بخطوة لازم أمشي بيها على كيفي وأدرسها صحيح، يلا بذاك الوقت أحقق حلم حلو. هل صادفك أنه خططت الشيء وردت تدخلين فد عمل وفشلتي بأول شيء وقلتي لا ستوب لازم أنه أوقف أنا هذا المجال ما فيه؟ لا، طبيت بيه وفشلت ورجعت حاولت ورجعت فشلت لحد ما وصلت للي أريده. يعني بالنسبة لي كطموح شاب أو شباب إنه ما مفروض أتخلى عن أي شيء اللي أريده أسويه عن مجرد مشكلة صغيرة. مستحيل، لازم أبني حياتي وهدفي باية خطوة خطوة أوصل اللي أريده، والنجاح طبعا حق وطموح لأي كائن من كان، يعني شاب شابة، وهذا الشيء اعتبره ايجابي. هل صادفت انه انت بحياتك خططت الشيء فشلت به، لو نجحت به، لو مثلا فشلت وقررت انه تستمر ونجحت؟ الحمد لله والشكر طبعا على كل حال. خططت وردت وفشلت ونجحت، وانا عن نفسي انه مواليد 93، عفت الدراسه بسنه 2009، ومثل وجهك الطيب شجعوني وساعدوني، رجعت 2014 اخذت شهاده السادس وهم عفتها، وهسه رجعت العام قدمت تخدير وعلى عمر كبير يعني، والحمد لله والشكر هسه مرحله ثانيه، ولازم اكمل هدفي واكمل طموحي واخذ الشهاده لانه سلاح لي. يعني يكون ضعيف الشخصيه ما عنده مثلا قدره كهدف، لازم يخلي طموح نفسه انه يقدر يواجه هاي الضغوطات اللي راح تواجهه، بالتالي راح يقدر يعني يحقق هدف اللي هو يسعى له. فاكيد يعني لازم تكون عنده بالنسبه للانسان يعني للفرد، اما كعائله فلازم يكون هنالك يعني توجه من عندهم من الصغر مالته، لازم يكون عنده تعطيه ثقه بنفسه، يواجه مشكله اللي راح يعني من المشكله اللي راح تواجهه انه يقدر شلون يحلها. يعني ما عندهم قدره تحمل، يعني برايي انه المفروض واحد يعني اذا يريد يوصل هدفه وطموحه لازم يسعى له ويظل للاخير، حتى لو يعني واجه صعوبات، يعني لازم اللي عنده يعني مثلا هدفه لازم يسويه، بس اذا هو ما يريد يسويه يعني ما عنده حافز او هيك ما يقدر يسويه. تقدر تقول لي وتحدثنا عن انه الهدف شنو اللي انت كان بحياتك؟ هل نجحت؟ هل فشلت بي؟ هل اذا فشلت راح تستمر واستمرت؟ نعم، انا مثلا الاهداف اللي عندي اكتبها بالتليفون، واي هدف اسويه يعني اشطبه من شو اسمه، سويت الاهداف اللي ببالي، بس اكو بعد كم هدف لازم اسويه، يعني مثلا اتزوج، مثلا اشتري بيت، مشروع، هي هاي يعني الوقت يعني.